في كتاب الأساطير نجوم تألقت في سماء الرياضة الإماراتية، وعلى منصة سبورت فور أول نختار لكم أحد هؤلاء الذين لن تنساهم الذاكرة. جمهور الشباب. هو مدافع من طينة الكبار، حمل خطوط الخلفية للمنتخب الإماراتي عبر سنوات طويلة. سعد بخيت مبارك ولد في 15 أكتوبر 1970 في إمارة دبي. جمعته قصة حب كبيرة بكرة القدم منذ الصغر، حيث كان يلعب مع أصدقائه في الفريج قبل أن تأخذه علاقته بالكرة طابعاً أكثر جدية بانضمامه إلى المراحل السنية لفريق الشباب الإماراتي. لعب بخيت سعد 11 موسماً مع فريق الشباب في المنافسات الكروية الإماراتية، متذوقاً طعم البطولات 5 مرات بواقع بطولتين في الدوري العام موسم 90 و95، وثلاث بطولات لكأس رئيس الدولة أعوام 90 و94 و97، كما فاز ببطولة كأس الأندية الخليجية عام 92. ومن أبرز وأجمل أهداف بخيت سعد في مسيرته، والذي يعتبر من أجمل الأهداف في تاريخ الكرة الإماراتية، ذلك الهدف الذي سجله في مرمى الكويت في تصفيات كأس آسيا 92 عبر تسديدة صاروخية بعد عدة مراوغات ناجحة. شارك سعد مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج 94 و96، وكان أحد العناصر المهمة التي مثلت المنتخب الإماراتي في نهائيات كأس آسيا 1996. وفي موسم 2004-2005 طلب سمو الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم رئيس نادي الشباب من بخيت سعد أن يعود إلى الفضاء الأخضر، ولكن بسبب المشروع الرياضي الساعي لدعم المواهب الشابة قرر بخيت سعد بعمر 35 عاماً أن ينهي مشواره الكروي فاسحاً المجال لدماء جديدة. وأكد بخيت سعد أنه ليس مجرد لاعب كرة قدم سابق فقط، بل رياضي شامل يمارس رياضات متعددة، بل ويخوض منافساتها ويحقق النجاحات. ومثلما نجح في ملاعب الكرة الشاطئية، استطاع أن ينجح في لعبة الجوجيتسو التي بدأ التدرب فيها أواخر 2017 في مقر عمله بالقيادة العامة لشرطة دبي، مستعيداً ذكرياته القديمة في ممارسة رياضة قتالية أخرى وهي التايكواندو. أساطير الرياضة الإماراتية، الكتاب الذي يملأ مكتبتك بالتاريخ ويستعرض لك الإنجازات الرياضية، من تأليف عبد العزيز عبد الله، إصدار دار نبط للنشر وشبكة سبورت فور أول الإخبارية. سارع باقتناء نسختك عبر الرابط التالي، أو بإمكانكم مسح رمز QR على الشاشة لشراء النسخة.